السلام عليكم. في هذا المقطع إن شاء الله سأوضح سلم التنقيط المعتمد في الامتحان الوطني والامتحان الجهوي لسنة 2020، والذي يتم العمل به دائما في جميع امتحانات مادة الاجتماعيات في جميع الشعب. إذن لاحظوا معايا هذا الإطار المرجعي ديال أولى بكالوريا علوم في جميع الشعب يعني العلمية، وهذا الإطار المرجعي عندي في ثانية بكالوريا جميع الشعب وسلم التنقيط. فهذا الطابلو ديال الأولى باك علوم مشابه لهذا الطابلو ديال التنقيط في الثانية باك علوم، وبالتالي نفس التنقيط. انتبهوا معايا مزيان. إذا في حالة اشتغال على الوثائق في مادة التاريخ أو للمقال، إذا يمكننا نلقاو مادة التاريخ فيها موضوع مقال أو نلقاو الاشتغال على الوثائق. لاحظوا معايا، إلا تحطت المقالة في مادة التاريخ دائما دائما غتمشيو الامتحان ما تلقاوش غير هاد النقاط، غتلقاو جوج نقاط على المقدمه المناسبه مع وضوح ومنطقية التصميم مع الخاتمه، كتحط لهم جوج نقاط دائما في الامتحانات هذه كاينه ما يمكنش تبدل. ثم الجانب الشكلي، هذا حسب الاطار المرجعي، الجانب الشكلي فيه اللغه التاريخيه، اللغه شكل التقديم نقطه، والعرض كتكون عليه سبعه ديال النقط. إذن دائما المقدمة مع الخاتمة مع وضوح ومنطقية التصميم نقطتين، شكل التقديم مع اللغة والتعبير نقطة، والعرض سبع نقط. إذا كان الاشتغال على الوثائق في التاريخ أو الثاني تنقيط كيفاش يكون؟ كتكون عشرة ديال النقط، كتكون دائما خمسة ديال الأسئلة، وضع الوثائق في سياقها التاريخي كتكون عليها نقطة. يعني ملي تمشيو الامتحان إلا لقيتوا الوثائق في التاريخ ما يمكنش تلقاو السؤال الأول أكثر من نقطة. وضع الوثائق في إطارها التاريخي نقطة، ثم السؤال الثاني كيكون عليه جوج ديال النقاط هو تعريف المصطلحات إلا كانوا الوثائق في التاريخ، السؤال الثالث تكون عليه ثلاثة النقاط هو يستخرج، السؤال الرابع كتكون عليه جوج ديال النقاط هو ركب الفكرة العامة، السؤال الأخير كيقول لك اكتب فقرة هي جوج النقاط. يعني باش تمشيو للامتحان غادي تعولوا على التنقيط، ما تلقاوش شي تنقيط اخر، وبالتالي غتعرفوا الاسئله اللي تحط لكم وتعرفوا كل سؤال وشحال غادي تعطى ليه من نقطه. هذه بحاله اذا كان الاشتغال على الوثائق في التاريخ والمقاله في التاريخ. ندوزو للجغرافيا، اذا كانت الاشتغال على المقاله في الجغرافيا حتى هي نفس التنظيم مع التاريخ، بحالها بحال التاريخ المقاله، كتكون جوج النقاط فيها المقدمه المناسبة الخاتمة المناسبة ووضوح ومنطقية التصميم كيكون عليهم دائما جوج ديال النقاط، الخاتمة شكل التعبير مع اللغة والتعبير الجغرافي اللي كان المقال في الجغرافيا نقطة هي ثلاثة النقاط، والعرض دائما كتكون عليه سبعة ديال النقاط، هي المجموع عشرة ديال النقاط. إذا تنقيط في المقالة بحال في التاريخ بحال في الجغرافيا، وهذا الشيء كنهضر على جميع المستويات اللي يدوزوا الاجتماعيات في الامتحانات سواء جهوي او وطني كلهم معنيين بهذا التنقيط. بالنسبه للوثائق اذا كانت في ماده الجغرافيا، ركز معايا، السؤال الاول كتكون عليه ثلاثه ديال النقاط، ولكن كيكون اما سؤال او سؤالين فيه اما انجاز مبيان او لا توطين على خريطه او لا وضع وثائق في سياقها العام مع التعريف ومفاهيم، كتكون ثلاثة ديال النقاط على ذاك السؤال الأول ديما، إما يقولوا لك حول المبيان، إما يقولوا لك وطن على الخريطة، إما يقولوا لك عرف المفاهيم وتحديد ما يعني السياق العام ديال ديك الوثائق. ثلاثة ديال النقاط دوك الأسئلة اللي تيكونوا من بعد المبيان أو للخريطة أو للمفاهيم كتكون عليهم سبعة النقاط مقسمة فيهم الوصف فيهم تفسير وفيهم كتابة فقط. إذن هذا هو التنقيط اللي غادي تلقاوه في الامتحان الوطني والامتحان الجهوي في سنة 2020، وهو اللي كان معمول به وعمره ما تغير، دائما يتم الاعتماد على نفس التنقيط، وبالتالي باش ملي تمشيو الامتحان تكونوا مطمئنين ومعارفين في الغادي تحط لكم النقاط. وأخيرا لا تنسى الاشتراك معي بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وبالتوفيق.